أوكي شباب، إن شاء الله في محاضرة اليوم راح نكمل عن اللي هو موضوع الويب فورم كودينج اللي كنا بلشنا فيه المحاضرة الثلاثة، وكنا ذكرنا إنه الويب فورم كودينج هو فعلياً بيحسن لي بخصائص السيجنال اللي أنا بدي أبعثها through the channel، فبحيث إنها تصير يعني الـ bit error rate على الـ final output في الريسيفر يكون عندي improved bit error rate. أوكي، وكنا بدأنا بأول نوع من هذا الـ waveform coding اللي هو كان الـ orthogonal coding، وذكرنا كيف إنه how يعني إنه procedure on how to build you know an orthogonal set of code words. فكنا بدأنا بالحالة اللي هي the simplest اللي هي عندنا إنه تكون قيمة ال k بتساوي واحد. قلنا بهاي الحالة بيكون عندي ال data set هي عبارة عن two signals either a zero or one. وقلنا كيف the procedure إنه نطلع ال orthogonal code words هو باستخدام ال Hadamard matrix، وال Hadamard matrix اللي هي H1 قلنا 0001. أوكي، هلا إذا بدنا نزيد نرفع قيمة ال K، مثلا ال K تصير 2 تصير 3 whatever، راح نرجع نستخدم ال basic building block اللي هو ال H1. ماشي، فخلينا نشوف هلا example كيف إذا إحنا بدنا إذا كانت قيمة الـ k بتساوي 2. أوكي، خلينا نروح على الـ whiteboard. طيب هلأ إذا قلنا عندنا الـ data set كانت الـ k فيها بتساوي كم؟ هاي الـ data والـ k قيمتها بتساوي 2. اوكي، وبالتالي عندي الـ possible combinations بالنسبة للـ bits هي 0, 0, 1, 0, 0, 1, and 1, 1. اوكي، هلا بدنا نبني orthogonal set of code words باستخدام الـ H1 الـ Hadamard matrix. هون عندنا orthogonal orthogonal code words. اوكي، فراح نستخدم هون Hadamard matrix اللي هي H2. ال H2 كيف بجيبها؟ بجيبها من ال H1. اوكي، فال H2 هي فعليا عبارة عن ال H1 ال H1 ال H1 and H1 complement. اوكي، فبهاي الحالة بصير عندنا ايش؟ قلنا ال H1 نكتبها شوي هون على جنب، هي عبارة عن إيش؟ H1 هي عبارة عن نكتبها في شو مساحة هون، إذا ال H1 خلينا نحطها هون على جنب بتساوي 0 0 0 and 1. اوكي، فبصير عندنا هون ال H2 كيف بتصير؟ اول شيء first H1 بنحطها هون عندنا 1، بعدين هون second H1، بعدين هون عندنا اللي هي third H1، وعندي آخر إشي اللي هو
ال H1 complement في H 0 بتتحول ل 1 and each one becomes 0. هيك بنكون كملنا بناء اللي هي ال H2. اوكي بهاي الحاله انا فعليا لما تكون كي بتساوي 2 ال M تبعتي اللي هي number of possible data sequences بيساوي ايش؟ 2 to the power k واللي هي بتساوي 2 to the power 2 عندنا k بتساوي 2 اللي هو بكون عندنا 4 possible data sequences. فالسيكونس الاولى هي S1 S2 S3 and S4 ماشي. هلا معناته هون عندنا طيب فعندي هون لما انا عملت الاورثوغونال سيت اوف كود ويرز عندي بتصير ال S1 بدل ما نقولها as 0 0 بنقولها as 4 zeros. فالكود وورد اللي هي corresponds للفيرست سيجنال هي الكود وورد الموجودة في الفيرست رو. ونفس الشيء بالنسبة لل S2 وال S3 وآخر شيء عندنا ال S4 بتكون الكود وورد اللي that corresponds to S4 is the code word in the last, that is in the last row in the matrix. اوكي هلا نيجي نختبر موضوع الاورثوغوناليتي. هلا لو اخذنا مثلا ال S1 وال S4 ماشي وجينا نعمل كروس كورليشن كوفيشنت بينهم number of cross correlation between اللي هم ال S1 and S4 and S4 is equal to what? Number of agreements. Number of agreements between S1 and S4 is 0. And number of disagreements هو is 2. 0 minus 2 على ال total number of digits in the sequence will he ايش بيساوي 2. بهاي الحاله الكروس كورليشن كوفيشنت طلع بين S1 وS4 بيساوي minus 1. اوكي هلا لو اجينا نشوف الكروس كورليشن كوفيشنت بين الكودز تبعتهم اللي هي C1 والC4 هون ونشوف هل هي اورثوغونال ولا لا. فبصير عندي هون خلينا نمحي هون فعندي بيصير عندنا الكروس كورليشن كوفيشنت اللي رمزنا له بالرمز زي صب اي جي فعندي زي صب 1 4 is equal to what is equal to what is equal to طيب اذا زي صب 1 4 is equal to what قلنا اول اشي number of agreements number of digit agreements اللي هم عندي 2 وعندي number of disagreements اللي هو عندي برضو 2 minus 2 and the total number of digits per code word is 4 هذا ايش بيساوي عندي is equal to 0 ماشي وبالتالي orthogonality is satisfied وبالتالي يعني and we can check for the other code words as well. So هيك احنا قدرنا انه يعني نبني orthogonal set of code words for the k the value of k equals 2 ماشي. هلا for any value of k اوكي معناته في لازم يكون صيغه عامه for any value of k قلنا ال m بتساوي number of data sequences is equal to 2 to the power k and the way we built the Hadamard matrix for the value of k is a is h sub k واللي هي رح نستخدم فيها ال h k رح نستخدم في بنائها اللي هو ال h k minus 1 h k minus 1 h k minus 1 and finally we have اللي هي ال h k minus 1 equal complement.
اوكي اذا هاي الصيغه العامه on how to build an orthogonal set of code words. اوكي طيب هلا نيجي نرجع على النوتس نشوف شو في عندنا هون. طيب اذا هاي بالنسبه للداتا سيت لما تكون الكي بتساوي 2 تكلمنا عنها. هلا بنرجع هون طبعا شباب الكومبلمنت عارفين الكومبلمنت اوف اتش 1 انه بنقلب ال 0 بتصير 1 وال 1 بتصير 0. طيب اذا هاي الجنرال فورم للهدمر ماتريكس. طبعا اخر شيء اللي نسينا نقول عنه انه السايز تبع الهدمر ماتريكس السايز هو عباره اذا كانت الكي عندي مثلا 2 فيفترض انه السايز او الدايمنشنز تبعون الهدمر ماتريكس يكون 2 تو ذا باور كي تايمز 2 تو ذا باور كي. فاذا كانت الكي بتساوي عندي 2 مثلا فبصير عندي اللي هو ال dimensions تبعون الهادمر ماتريكس بيكونوا ايش؟ 4 في 4 وبصير عندنا هاي ال dimensions او size the matrix is equal to 4 times 4 4 by 4 اوكي؟ طيب هلا نيجي للموضوع اللي هو the probability of error. ماشي نشوف the probability of error للorthogonal signals. اوكي هلا قبل ما نتحدث عن ال probability of error للorthogonal signals خلينا نرجع شوي على ال white board نذكر شغله نوضح شغله انه هلا اذا كان عندي خلينا نفترض انه اول شيء الكوميونيكيشن سيستم تبعي ما فيه كودينج هو البيسك كوميونيكيشن سيستم اللي تعلمناه بماده الانالوج سيستمز اللي هو بيسك بيلدينج بلوكس ما فيه كودينج. فعليا بهذا البيسك سيستم ايش عندنا؟ عندنا الداتا كومينج ان داتا ان هاي الداتا بتدخل عندي على الفرونت اند للترانسميتر بتدخل بعدين عندي على الموديوليتر قلنا ما في كودينج وبالتالي ندخل مباشرة على الموديوليتر ماشي وبعد الموديوليتر في عندي اللي هو ايش؟ الانتنة اللي من خلالها السيجنال بتروح عندي بتمر في تشانل وهذا بيمثل لي الترانسميتر سايد وعندي على الطرف المقابل عندي الريسيفر سايد اللي هو عملية عكسية للترانسميتر فالسيجنال بتدخل عندي هون ايش على دي موديوليتر. اوكي و هلا بعد الدي موديوليتر على الاوتبوت اوف ذا دي موديوليتر وي هاف الايش الداتا اوت الداتا اللي هي ريكفرد سيجنال. اوكي وهون عندي هذا اللي هو الريسيفر سايد. اوكي هلا عشان نقيم اللي هو البيرفورمانس تبع الكوميونيكيشن سيستم تبعي شو المعيار اللي انا بقيم فيه الكوميونيكيشن سيستم. المعيار هو البروبابيليتي اوف ايرور عندي على الفاينل اوتبوت اوف ذا ريسيفر. فالبروبابيليتي اوف ايرور هي اللي بتقول لي انه الكوميونيكيشن سيستم تبعي كويس ولا سيء اذا البيرفورمانس از اكسبتابل ولا البيرفورمانس از فيري باد مثلا اند اي نيد تو دو مثلا سمثينج مثلا انه الشانل عندي از فيري باد اند ذيرفور اي نيد تو مثلا بروفايد مور باور تو ذا ترانسميتد داتا اور سمثينج اور يوز انذر سكيم اوف موديوليشن in order to improve the probability of error. فهي اذا المعيار الحكم عندنا هو probability of error بدنا اياها as small as possible. هلا لنفترض انه الموديوليشن سكيم اللي عندي انا مستخدميته هو MPSK MRE phase shift keying modulation. اوكي هلا الصيغه العامه عشان اعرف انا هون بدون simulation بدي اعرف probability of error هون كم قيمتها في صيغة عامة
لا الـ probability of error اللي هي بتساوي اللي هي خليني بس أتأكد هون. طيب إذا هون ال إذا الـ probability of error الصيغة العامة للـ probability of error للـ MPSK هي تقريبا طبعا هون عندنا approximation هون عندنا الـ probability of error تقريبا بتساوي اللي هو twice the Q function of اللي هي square root of 2 ES على N node الكل تحت الجذر طبعا وفي عنا كمان اللي هو sine of pi على M اوكي فهاي الـ probability of error للجنرال بي اس كي هلا هذا اذا باستخدام اللي هو بس الموديوليشن هلا نيجي على هذا السيستم ونعمل فيه تعديلات فعندي بدي بدي ايش اساوي هون امحي هون قبل الموديوليتر ايش بدي احط بدي احط خلينا نستخدم نوع إضافي نوع ثاني قبل الموديوليتر بدي أحط إيش إنكودر إنكودر أوكي وبعد الديموديوليتر هون عندنا بدي استخدم اللي هو ديكودر اي شيء عندنا يعني بدك تشوف انه دائما عندنا الترانسميتر والريسيفر زي ميرور ايمج ريسيفر هو ميرور ايمج للترانسميتر اذا عندك موديوليتر على الترانسميتر لازم يقابله ديموديوليتر على الريسيفر اذا عندك انكودر على الترانسميتر there has to be a decoder at the receiver فهلا هون اذا عندنا بده يقابل الانكودر اللي على الترانسميتر بيقابله ايش ديكودر على الريسيفر اوكي اذا هذول النيو بلوكس اللي احنا اضفناهم على السيستم تبعي وباقي ما تبقى بيظل زي ما هو فهون عندي ال هون عندي داتا ان data coming in to the encoder والoutput من الencoder بيدخل على المودوليتر وهون عندي الoutput على receiver الoutput of the demodulator gets يعني passes through the decoder وعندي بالآخر اللي هو الfinal output اللي هو recovered data data out ماشي هلا قلنا هذا صار عندي باعتبار سيستم جديد فعشان اعرف يعني اقدر اقارن بين هذا السيستم والسيستم اللي قبله فلازم نستخدم معيار واحد للمقارنه واللي هو مره ثانيه ايش؟ ال probability of error للفاينل output data اوكي؟ اذا قارنا ال probability of error للتو سيستمز فبتكون هي ال probability of error هي اللي بتقول لنا مين السيستم الافضل. فهلا عشان نطلع الـ probability of error في حالة إن أضفنا الـ encoder والـ decoder هون في عندي في هذا السيستم لازم أكيد مش راح أستخدم نفس العلاقة مش لأنه السيستم اختلف بالتالي العلاقة لازم تختلف. هلا أول إشي عندنا الـ encoder اللي هون إحنا مستخدمينه اللي إيش؟ اللي قلنا orthogonal إحنا بعدنا بنتكلم عن الـ orthogonal coding فهون لازم يكون عندي نوع الـ encoder أو نوع الـ code هي orthogonal code اللي استخدمناها. طيب هلا كمان شغله هلا اجت عندي الريسيفد سيجنال اجت عندي على الريسيفر انتنا ودخلت عندي على الديموديوليتر هلا الاوتبوت اوف ذا ديموديوليتر هون في شيء اسمه اللي هو
probability of error per الايش received code word. ماشي. بعدين يعني هاي الكوانتيتي لازم نطلعها. بعدين من هاي الكوانتيتي بنطلع البي صب بي اللي هي موجوده هون مكانها هون على الاوتبوت للديكودر. هلا البي صب البي صب اي اوف ام بالنسبه لل يعني العلاقه بالنسبه للبروبابيلتي اوف ايرور للكود وير في حاله الاورثوغونال كودينج اللي هي هاي هي يا شباب موجود عندي هون. العلاقة هي اللي هو طبعا هي upper bound. فعندي هون انه P sub E of M هي فعليا اقل او يساوي الايش هذا الـ expression. ماشي. ف طيب في الـ P sub E of M اللي هي هون إذا قلنا مكان الـ P الـ P sub E نحطها باللون الأصفر مثلا هون إذا الـ P sub E of M شو قلنا هي upper bound فعندي أقل أو يساوي من الـ M minus 1 الـ Q function of what? Q of square root of AS على N node كل تحت الجذر. ماشي. هلا هاي البي هلا بدنا نطلع البي صب بي اللي هي probability of error اللي هي الشيء اللي احنا بدنا اياه. بي صب بي بتساوي ايش؟ لاي value of k هتكون تساوي 2 to k minus 1 على 2 to k minus 1 مضروبة في الـ P sub E of M. طبعا P sub E of M اوكي. والـ M قلنا شو علاقتها بالـ K؟ الـ M بتساوي 2 to the power k. طيب اذا عندي الـ probability of error الـ probability of bit error اللي هي بهذا الشكل. طبعا هلا لو اخذنا مثال مثلا باينري اوكي او مثلا خلينا نقول كيو بي اس كي لو كان المثال تبعي نقول انه الـ m بتساوي 4 for كيو بي اس كي UPSK بتكون عندي قيمة الـ K تساوي 2 والـ M بتساوي 4. ماشي. بهاي الحالة الـ probability of error هاي للـ basic system بدون coding بتكون ايش؟ probability of error بتساوي 2 Q of اللي هي طبعا 2 اي بي على ان نود في ساين ايش بعدها فتحت الجذر في ساين الفاي على 4. ماشي. كل هذا داخل الـ argument للـ Q function. ماشي.
طيب لكن هون اذا اجينا قلنا لنفس القيمه اوف كي اللي هي الكي بتساوي 2 فانه probability of bits error ايش بتساوي اللي هي حتكون 2 على ايش 3 في 3 في الكيو فانكشن لايش هلا الكيو فانكشن للسكوير روت اوف اي اس على ان نود ماشي هلا بتصير عندنا هون البي بي هلا في شغله بدنا نذكرها علاقه الاي اس بالاي بي الاي اس اللي هي فعليا الانرجي بير كود وورد الاي اس هي عباره عن كي في الاي بي الاي بي هي انرجي بير بيت وعندنا الاي اس هي الشانل سيمبل انرجي او انرجي بير كود وورد ماشي هلا معناته الاي صب اس هي اكبر من الاي بي ماشي فعندنا هون في هاي الحالة عندي الاي اس هي اكبر من الاي بي اللي هون وبالتالي احنا بنعرف انه as the argument of the q function increases the value of the q function decreases فهون عندي الارجيومنت في حالة الكودينج اعلى من في حالة عدم وجود كودينج وبالتالي probability of error حتكون عندي اقل في حالة استخدام الكودينج اوكي فهذا طبعا لو جربنا اي قيمة ثانية للM حنلاقي انه دائما probability of error حتكون اقل بالنسبة للسيستم اللي بيستخدم الكودينج طيب نرجع للنوتس هون هيك احنا بنكون اذا غطينا الاشي اللي بدنا اياه بالنسبة للأورثوغونال كودينج الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر من هاي العلاقه النهائيه اللي بدكم تعرفوها يا شباب بالنسبه للبروبابيلتي اوف بيت ايرور في حاله استخدام الاورثوغونال كودينج وهاي اللي هي الكود وورد البي سب اي شو لا اله الا الله بي سب اي اللي هي probability اوف كود وورد ايرور اوكي هذول هم اللي بدكم تعرفوهم بشكل اساسي اللهم محمد رسول الله طيب هلا اذا يا شباب هيك بنكون انهينا او تكلمنا بشكل كامل عن الفيرست تايب اوف ويف فورم كودينج اللي هو الاورثوغونال كودينج هلا بنيجي للسكند تايب اوف ويف فورم كودينج واللي هو الباي اورثوغونال كودينج هلا الباي اورثوغونال كودينج الطريقه السيستماتيك اوف بيلدينج اني سيت اوف باي اورثوغونال كودز اللي هو باستخدام الهدمرد ماتريسز بس الطريقه هي كالتالي اذا بدي انا ابني 4K بيت داتا سورس البيتا او عفوا البي كي للهدمرد ماتريكس فور باي اورثوغونال كودز بستخدم فيها عشان ابني البي كي بستخدم اتش كي ماينس 1 و اتش كي ماينس 1 كومبلمنت فإذا إحنا مثلاً نيجي على هذا الإكزامبل بدنا نبني اللي هو الداتا سيت for the value of k equal اللي هي for the value of k that equals 3 فبهاي الحالة عندي إذن by orthogonal codes by orthogonal فعندي الداتا سورس في عندي
ال k is equal to 3. وبالتالي عندي how many combinations أو how many data sequences عندي 2 to the power 3 which is equal to 8. ففي عندي 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0, and here we have 1 0 1 1 1 0, and we have 1 1 1. If you and D, اللي هم S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, and finally S8. Okay. هلا بدنا نبني ال bi-orthogonal set of codes اللي هي ال B matrix اللي هي B3. Bi-orthogonal orthogonal codes. اوكي فحنستخدم هون في هاي الحاله B3. ماشي ال B3 عشان نبنيها we have to use H2 and H2 complement. اوكي فهلا ال H2 كيف بديها؟ قلنا من ال H1. ال H2 حتكون عبارة عن 0 0 0 0 1 0 0 0 1 وعنا 0 0 0 1, and finally we have 1 1 1 0. اوكي والكومبلمنت حناخذ الكومبلمنت للشيء اللي كتبناه هون، فبصير عندنا اللي هو 1 1 1 1 1 0 1 0, and here we have 1 1 0 0 1 0 0. إذن 0 0 1. اوكي فهيك احنا بنكون بنينا اللي هي الماتريكس B3. فالB3 حيكون بتوقع انه يكون فيها how many code words، اكيد حيكون عددهم زي عدد الداتا سيكونسز، وبالتالي حيكون عندي 8 code words. فالS1 maps to this code word، S2 maps to this code word and so on. وبصير عندي آخر شيء اللي هي ال S8 maps to this code word. اوكي هلا نيجي لل dimensions تبعون الماتريكس. فهون عندنا ال B3 dimensions إلها كان بيساوي 8 by 4. في عندي 8 rows and 4 columns. اوكي فعلى الصيغه العامه ايش بيكون ال dimensions of BK؟ ال B matrix BK dimensions الها عباره عن 2 to the power K by 2 to the power K على 2. ماشي فبنلاحظ انه ال dimensions هون لل BK بيختلفوا عن الدايمنشنز لل HK اللي هي بالنسبه للاورثوجونال كودز. قلنا ال HK الدايمنشنز الها ايش؟ 2 to the power K by 2 to the power K. وبالتالي بنلاحظ انه عدد الكولومز في الباي اورثوجونال كودز بيساوي نصف عدد الكولومز في الاورثوجونال كودز. وهذا ايش يا شباب لما نترجمه للغه الاتصالات؟ استخدام عدد اقل من الكولومز او عدد اقل، يعني انه الكود وورد تكون طولها اقل في حاله الباي اورثوجونال، تكون الكود وورد طولها اقل من الكود وورد في حاله الاورثوجونال كود. هذا بنترجمه في لغه الاتصالات، بنترجمه على انه احنا قاعدين في حاله الباي اورثوجونال كودز بنوفر باند ويث. اوكي ف
فيوزنج ليست نمبر اوف ديجيتس ان ذا ريكوايرد كود وورد means إنه we need less bandwidth for transmission, okay؟ وبالتالي بنلاحظ إنه bi-orthogonal codes بتتميز عن orthogonal codes إنها بتوفر نصف كمية الباندويث اللي بنحتاجها for transmitting the signal, okay؟ هاي one advantage of bi-orthogonal codes over the orthogonal codes, okay؟ هلا كمان بدنا نتحدث عن إشي ثاني واللي حيبين فيه إنه bi-orthogonal codes are superior to the orthogonal codes. هلا نيجي للموضوع الكروس كورليشن كوفيشنت في حالة ال في حالة ال bi-orthogonal codes. Z sub ij is equal to the following. It equals L1 if I is equal to j. It equals minus 1 if the distance between ال i والJ شو بتساوي؟ M على 2 وهي هلا رح نوضحها. والإشي الثالث إنها equal, it's equal to zero elsewhere or otherwise. Okay. طيب شو معنى انه الكروس كورليشن كوفيشنت عندي بالنسبه للباي اورثوجونال كودز انه هيك هاي باي اورثوجونال كودز نيجي نقارنها بالكروس كورليشن كوفيشنت في حاله مين ال قبل ما نقارنها خلينا بالله نشوف شو معناها اوكي نرجع للبريفيوس سلايد ونشوف هون عندنا انه خلينا نرقم الكود ويرز هون من 1 ل 8 فعندي هون this is c1 this is c2 c3 c4 c5 c6 c7 and c8 ماشي هلا عندنا ال K بتساوي 3 وال M بتساوي 8 اوكي ال M بتساوي 8 هلا اذا اجينا نطلع خلينا نشوف ثلاث حالات من ال cross correlation coefficient الحالة الأولى بال cross correlation coefficient انه نيجي اذا ال M بتساوي 8 والام على 2 بتساوي كم 4 فحسب القانون تبع الكروس كورليشن كوفيشنت تبع الباي اورثوجونال كودز انه اذا المسافه بين الكود وورد الاولى والكود وورد الثانيه بالترتيب المسافه بينهم ام على 2 اللي هي في هاي الحاله عندنا 4 فلازم الكروس كورليشن كوفيشنت يكون ماينس 1 فنرجع هون معناته ناخذ السي 1 هاي C1 هلا عندنا الام على 2 4 فبدنا نمشي 4 وحدات من C1 فسي هاي وحده اولى وحده ثانيه وحده ثالثه وحده الرابعه ماشي فبصير عندي بدي اخذ C1 وبدي اخذ C5 ماشي ليش لانه الواحد والخمسه المسافه بينهم 4 بناخذ Z coefficient الكروس كورليشن كوفيشنت تبع الواحد والاربعه بين كود وورد بين كود وورد 1 and 4 ونشوف الكروس كورليشن كوفيشنت هلا النمبر اوف اجريمنتس بيساوي 0 مظبوط والنمبر اوف ديسجريمنتس بيساوي 4 والتوتال لينث اوف ذا كود وورد از ايكوال تو 4 فبصير عندنا الزي ماينس 1 عفوا الزي كوفيشنت بيساوي ماينس 1 which is صح حسب القانون هلا السي 1 مع مع نفسها كم بيصير الكروس كورليشن كوفيشنت طبعا بيساوي 1 واخر شيء الحاله الثالثه انه ناخذ السي 1 مع اي كود وير ثانيه غير الخمسه فلازم يكون الكروس كورليشن كوفيشنت فيه بيساوي ايش؟ زيرو فخلينا ناخذ مثلا السي 1 مع الخمسه عفوا مع السته سي السي 1 مع الكود وير نمبر 6 وبهي الحاله خلينا نشوف شو بيطلع الكوفيشنت عندنا النمبر اوف اجريمنتس 0 0 ف 2 والنمبر اوف ديسجريمنتس اكيد حيكون 2 والتوتال نمبر اوف ديجيتس ان ذا كود وورد از ايكوال تو 4 وبالتالي هذا بيعطينا 0 ف
فهي الثلاث حالات من الكروس كورليشن كوفيشنت بالنسبه للباي اورثوجونال كودينج. فبالتالي اذا طابقت الكود وورد مع كود وورد بتبعد عنها مسافه ام على 2 لازم يطلع معي الكروس كورليشن كوفيشنت ماينس 1. واي كود وورد يعني بينما الكود وورد نفسها مع اي وحده ثانيه غير اللي بتبعد عنها ام على 2 حتكون الكروس كورليشن كوفيشنت بيساوي صفر. اوكي طيب نيجي هون نشوف شو معنى هذا الكلام ونقارن الباي اورثوجونال كودز مع الاورثوجونال كودز من ناحيه الكروس كورليشن كوفيشنت. هلا بالنسبه للاورثوجونال كودز قلنا حالتين الكروس كورليشن كوفيشنت حالتين it equals 1 if i is equal to j and it's equal to 0 if i does not equal j. اوكي وبالتالي هاي هي الحالتين اللي موجودين عندي بالنسبه للاورثوجونال كودز. اوكي هلا ماشي طيب اذا هون عندنا في الاورثوجونال كودز اذا كانت الاي ما بتساوي جي دائما الكروس كورليشن كوفيشنت بيساوي قيمه واحده اللي هي صفر. ماشي بينما في حاله الباي اورثوجونال كودز اذا قارنا الاي مع الجي في حالات بيكون فيها الكروس كورليشن كوفيشنت بيساوي ماينس 1 وفي حالات بيكون فيها صفر. فبالتالي الكروس كورليشن كوفيشنت بالمجمل يعني بالشكل النهائي الكروس كورليشن كوفيشنت بالنسبه للباي اورثوجونال كودز بيكون اقل من كروس كورليشن كوفيشنت بالنسبه للاورثوجونال كودز لانه في حالات بيكون فيها الكروس كورليشن كوفيشنت لسه اقل من زيرو. وبالتالي طيب معناته خلينا نقول الكروس كورليشن كوفيشنت بالمجمل في حاله الباي اورثوجونال كودز هو اقل من الكروس كورليشن كوفيشنت بالنسبه للاورثوجونال. طب شو معنى هذا الكلام؟ قلنا انه في علاقه بين الكروس كورليشن كوفيشنت بالنسبه للكود والبروبابيليتي اوف ايرور. ماشي شو العلاقه شو الايفكت تبع الكروس كورليشن كوفيشنت على البروبابيليتي اوف ايرور؟ هلا بديهيا انه if we get يعني a decreased value of the cross correlation coefficient اكيد هذا راح ينعكس بشكل يعني مباشر على probability of error as the value of the cross correlation coefficient gets smaller the probability of error ايش gets smaller as well. فكل ما قللنا قيمه الكروس كورليشن كوفيشنت بالنسبه ل يعني يعني ديفرنت كود ووردز بتكون عندي النتيجه انه نحصل امبروفد probability اوف ايرور. ماشي فبالتالي يعني بنتوقع انه من هاي التو اكسبريشنز هذول بنتوقع انه probability اوف ايرور بالنسبه للباي اورثوجونال كودز تكون افضل من probability اوف ايرور بالنسبه للاورثوجونال كودز. اوكي طيب اذا صار اذا هاي هي الادفانتج الثانيه اللي بالنسبه للباي اورثوجونال كودز. فالباي اورثوجونال كودز بالملخص هي يعني الباي اورثوجونال كودز ار سوبيريور تو the orthogonal codes in the following ماشي الحالة الأولى إنه قلنا the bi-orthogonal codes needs bi-orthogonal needs less bandwidth requirement and in fact
ان الباند ويث اللي بنحتاجه بالنسبه للبايورثوجونال كودز ايش بيساوي؟ 1/2 الباند ويث اللي بنحتاجه في حاله الاورثوجونال كودز. طيب الادفانتج الثاني اللي بنحصلها في حاله البايورثوجونال كودز over the orthogonal codes is that the probability of error, the probability of error في حالة الorthogonal, bi-orthogonal codes أقل is less than the probability of error اللي بنحصلها في حالة الorthogonal codes. Okay, then these are the two main advantages of bi-orthogonal codes over اللي هو الorthogonal codes. طيب هلا نيجي هون شو إشي كمان ما ذكرناه؟ Okay. طيب هلا اخر شيء اللي هي probability of error. هلا في حاله استخدام لو رجعنا هون على السيستم اللي عندي موجود في الوايت بورد نرجع على اي سلايد اللي هو this سلايد. اذا غيرنا نوع الانكودر هون غيرناه بدل ما يصير orthogonal عملنا by orthogonal هذا السيستم عملنا ايش باي اورثوجونال كود بدل الاورثوجونال فبالتالي هون بده يتغير عندنا علاقات probability of error وبالتالي هون ايش بيصير عندنا في عندي probability of code word error والprobability of bit error فهون في هاي الحالة الـ probability of message error بديش اكتب الـ expression لانه شوي طويل هي موجود عندي على الـ notes هذا الـ probability of يعني الـ probability of code word error اللي هي بالشكل هذا في عندي two Q functions وعلاقة الـ code word error بالنسبة للـ bit error rate اللي هي تقريبا عندي انه الـ bit error rate بيساوي الـ code word error rate على 2 وبالتالي بصفي عندي الـ probability of bit error هي upper bounded by this expression فهذا هو طبعا لو استخدمنا قيمة معينة للـ m طلعنا الـ probability of error في الحالتين اللي هي الأولى الـ orthogonal coding والثانية الـ bi-orthogonal coding راح نلاقي بالرقم إنه الـ probability of error for the bi-orthogonal codes is less than the of the orthogonal codes. Okay. إذن هذا بالنسبة للـ bi-orthogonal وهي الـ two main advantages اللي ذكرناهم بالنسبة للـ bi-orthogonal codes. هلا في عندي النوع الثالث من الويف فورم كودز اللي هو حنمر عليه بشكل سريع اللي هو الترانس اورثوجونال او السمبلكس كودز ببساطه او باختصار الترانس اورثوجونال كودز بنحصلها عن طريق اول شيء انه نبني اورثوجونال سيت اوف كودز وبعد ما نبني الاورثوجونال سيت اوف كودز بنحذف الفيرست بيت او فيرست ديجيت اوف ايتش كود وورد ماشي فيعني كيف خلينا نشوفها بشكل سريع انه مثلا لو فرضنا انه عندي مثلا هي الداتا والكي مثلا عندي بتساوي 2 ماشي وبالتالي الداتا حتكون 0 0 1 0 0 1 and 1 1 مضبوط و ال orthogonal set of code words orthogonal code words ال orthogonal code words قلنا بنبني اللي هي ال H2 بنبنيها من ايش؟ من ال H1
ال H1 فعندي H1 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 complement، فهون عندي 0 0 0 1 0 0 0 1 and here we have 0 0 0 1 and finally we have 1 1 1 0. Then هاي set of orthogonal code words. هلا عشان نحول هاي الست من orthogonal codes ل transorthogonal codes شو بدنا نعمل؟ بدنا يعني we need to delete the first digit of each code word. Okay. في هاي الحالة بتصير عندنا هاي الست مش orthogonal بتصير transorthogonal. Transorthogonal. ماشي، فعشان قبل الترانس اورثوجونال لازم بالاول امر بمرحله يعني امر الاورثوجونال كود وورد بلوك يعني الاورثوجونال كود ووردز بلوك وبعدين اشطب اللي هو الفيرست ديجيت اوف ايتش كود وورد وبالتالي هاي بتصير عندي ترانس اورثوجونال سيت اوف كود وورد. هلا نيجي على الترانس اورثوجونال سيت اوف كود وورد ونشوف ايش ال cross correlation coefficient تبعها شو بيساوي. اوكي طيب هلا بالنسبه لل cross correlation coefficient بالنسبه لل trans orthogonal codes هو عباره عن ايش؟ بيساوي 1 اذا ال i بتساوي j and if i does not equal j ال cross correlation coefficient دائما قيمته بالماينس which is equal to minus 1 divided by m minus 1. طيب هلا اذا الكروس كورليشن كوفيشنت صار عندي ل 3 تايبس اوف كودينج اللي هي الاورثوجونال كودينج قلنا از اولويز ايكوال تو 0 باي اورثوجونال كودينج الكروس كورليشن كوفيشنت سام تايمز از ايكوال تو ماينس 1 اند سام تايمز اتس ايكوال تو 0 وايل فور ذا ترانس اورثوجونال كودز ذا كروس كورليشن كوفيشنت از اولويز ا نيجاتيف فاليو وبالتالي بالمحصله الكروس كورليشن كوفيشنت بالنسبه للترانس اورثوجونال كودز هو بالمحصله اقل من الاذر تايبس اوف كودز وبالتالي هذا بيعطينا انه من ناحيه ان ترمز اوف probability اوف ايرور الترانس اورثوجونال كودز ار اولويز يعني achieving a better probability of error as compared to both the bi-orthogonal and orthogonal codes. Okay, إذا من ناحية الـ probability of error trans-orthogonal codes هم أحسن إشي يليهم بيجي بعدهم الـ bi-orthogonal codes and finally بيجي بعديهم إيش الـ orthogonal codes. Okay, هيك بنكون خلصنا يا شباب موضوع اللي هو ال wave form coding. إذا نلخص الموضوع مرة ثانية شو إحنا يعني وين إحنا so far. إذا قلنا إنه كان ال main topic في chapter اللي هو كان channel coding وذكرنا إنه channel coding هو أي action أنا باخذه أو بعمله على السيجنال تبعتي بحيث انه يعملها يعني يعني to make it يعني better withstand ال obstacles اللي موجوده في الشانل. كل ال obstacles اللي موجوده في الشانل بشكل اساسي هي النويز هي الانترفيرنس والفيدنج. فاي انا اكشن بضيفه او بغير فيه بالسيجنال بحيث انه اخليها تقدر تقاوم المعوقات الموجوده في الشانل بشكل احسن وتحقق لي improved probability of error هذا بنسميه channel coding. وقسمنا channel coding لنوعين أساسيات اللي هم النوع الأول اللي هو ال waveform النوع الأول اللي هو ال waveform coding والنوع الثاني اللي هو قلنا ايش اسمه اللي هو الـ structured sequences. طيب بالنسبة رجعنا كمان فصلنا بالـ waveform coding أخذنا ايش ثلاث أنواع رئيسة بالنسبة للـ waveform coding وال
النوع الأول إيش كان اسمه؟ سميناه اللي هي الـ Orthogonal Waveform Coding. Orthogonal النوع الثاني سميناه اللي هو كان الـ Bi-Orthogonal. والنوع الثالث اللي هو كان آخر واحد اللي هو Trans-Orthogonal. هيك إحنا معناته فعلياً اللي غطيناه so far غطينا هذا الجزء بشكل كامل، أوكي؟ اللي هو موضوع الـ Waveform Coding. ماشي؟ إن شاء الله next section حنبدأ بموضوع اللي هو الـ Structured Sequences بكل تفاصيلها. أوكي؟ طبعاً في شغلة أخيرة بدي أذكرها بالنسبة للباي أورثوغونال التسميات الكودز هون ليش إجت الأورثوغونال كودينج بين لأنه الكروس كوريليشن كوفيشنت دائماً بين الديفرنت كودز الكروس كوريليشن كوفيشنت is always zero بالتالي هذا معناه أنه الكود ويرز الديفرنت كود ويرز are always orthogonal to each other أوكي متعامدين. هلا الباي اورثوغونال كودز ليش سميناها باي اورثوغونال كودز؟ لانه في عندنا قلنا الكروس كورليشن كوفيشنت له احتمالين اما زيرو وهي اللي هي حاله الاورثوغوناليتي او ماينس 1 اللي هي حاله الباي بولر. فعشان هيك الاسم اجى هون جمع دمج الباي بولر مع الاورثوغونال فصار اسمها باي اورثوغونال كودز. والاسم الثالث اللي هو الترانس اورثوغونال كودز الترانس هي عمليه انك انت يعني بتمر باكثر من مرحله عشان تبني هاي الكود فاللي هي واللي هي جايه من انه التكنيك اللي احنا بنبني فيها الترانس اورثوغونال كودز واللي هي قلنا انه اول شيء ببني اورثوغونال سيت اوف كود ووردز بعدين بحولهم يعني بشطب الفيرست ديجيت اوف ايتش كود وورد بالتالي بصير انا حصلت الترانس اورثوغونال كودز. اوكي اذا هذا بالنسبه لمحاضرة اليوم. خلينا بس شوي نروح على النوتس نشوف شو في ظل. طيب هلا بالنسبة لل structured sequences يا شباب بس بدنا ناخذ زي مقدمة عنها اللي هي بس هون نلف الصفحة. نعملها روتيشن. اوكي. طيب فهون نذكر بس شغلة يعني ناخذ زي مقدمة بسيطة عن الجزء الثاني من الـ channel coding اللي هو قلنا عنه الـ structured sequences. ناخذ مقدمة عن الـ structured sequences. فهون عندي بالنسبة للـ structured sequences إذا نذكر مقدمة عن الـ خلينا إنه نقول اللي هي اللي هو الايرور كنترول كودينج. هلا في عندي بشكل رئيس بحاله الستركتشرد سيكونسز عندي نوعين اساسيات من الطريقه اللي بنتعامل فيها مع الايرورز. الطريقه الاولى في عندي النوع الاول بنسميها الايرور ديتكشن اند ريترانسميشن. هلا في هذا النوع من الايرور من الكودينج الستركتشرد سيكونسز كودينج انه الريسيفر مش من مهماته انه يعني يصلح اي خطا بيصير عندي بالريسيفد سيجنال. المهمه الوحيده في هذا النوع الاول من الستركتشرد سيكونسز هو انه الريسيفر
يعرف انه السيكونس اللي وصلتني فيها خطأ ولا لا، أم عملية انه يصحح الخطأ، فهذا مش من اختصاصه. فهذا النوع الأول هو طبعا بيستخدم extra digits أو extra parity bits بحطهم في الداتا تبعتي. هذول الاكسترا parity bits وجودهم في السيكونس في الترانسميتد سيكونس تبعتي بفيد انه الريسيفر بيقدر يعرف انه هاي الريسيف سيكونس فيها خطا ولا لا. فاذا يعني انه الداتا تبعتي حطيت فيها شويه parity bits اللي هم يعني bits اضافيين حطيتهم في الداتا تبعتي وبعثت الداتا تبعتي مرت في تشانل، هلا تشانل قلنا فيها كثير مصادر انها تشويش ويعني مصادر انها ممكن يعني تضعف السيجنال تبعتي وبالتالي تحدث فيها ايرورز. فلما الريسيفر يستقبل هاي السيجنال اذا كانت السيجنال صار فيها ايرور من تشانل فبيكون الريسيفر قادر على انه يعرف انه هاي الريسيفد سيكونس از ايرونيوس يعني فيها ايرور معين. بس وين الايرور شو شكله كميته ما بيقدر يعرف الريسيفر، وبس بخبرني انه في ايرور. طب شو بتفيدني هاي العمليه اذا الريسيفر ما بيقدر حد يصلح الايرور؟ شو انا استفدت انه الريسيفر بيقدر يخبر السندر او الترانسميتر انه السيكونس اللي انت بعثتها فيها ايرور فاعملها ريترانسميشن، ابعثها من جديد، ارسلها من جديد. وبالتالي هذا النوع من يعني هو من ابسط انواع الايرور كوركشن، من ابسط انواع الكودينج. فهو بس بيكتشف الخطأ وبيتواصل مع السندر بيقول له اعمل ريترانسميشن للسيكونس اللي انت بعثتها. وبالتالي كونه في تواصل بين الريسيفر يعني كونه في فيدباك من الريسيفر للسندر، فانا بتوقع انه نوع التشانل او نوع اللينك اللي موجود في هذا النوع من الكودينج لازم يكون ايش تو واي لينك عشان يمكن الريسيفر من التواصل مع السندر. هذا اذا النوع الاول اللي هو الايرور ديتكشن كودينج. ديتكشن يعني بس انه بيكتشف الخطا. هلا النوع الثاني من الكودينج الستراكتشرد سيكونسز كودينج هو اللي بنسميه فورورد ايرور كوركشن كودينج، وبنختصره بالاختصار FEC. FEC في عالم الكودينج معروفه، هي يعني هي acronym ل forward error correction forward error correction. هلا بالنسبة لل forward error correction اللي بيختلف إنه الريسيفر عندي بيقدر يكتشف إنه في خطأ وإنه يصلح هذا الخطأ، ماشي؟ فهذا الفرق الأساسي بين ال فهون عندي ال هون عندي الفرق الأساسي إذن في الفورورد ايرور كوركشن هو إنه الريسيفر بيعمل ديتكشن للايرورز، متى ما اكتشف إنه في ايرورز هو بيقدر إنه يصلح الايرورز. أوكي، في عنده آلية معينة إنه it can correct the errors، وبالتالي هو مش بحاجة إنه يتواصل باك مع السندر أو مع الترانسميتر لأنه هو عنده القدرة الذاتية على أنه يصحح الايرورز، فهو مش بحاجة أنه السندر يعمل ريترانسميشن للسيجنال. أوكي، فعملية إضافة وبالتالي عشان هيك عشان أنه الريسيفر مش بحاجة أنه يتواصل مع السندر، عشان هيك النوع التشانل اللي إحنا بنستخدمها في الفورورد ايرور كوركشن هو وان واي لينك، اللي هي لينك من الترانسميتر تو ذا ريسيفر اند نوت باك، فهي وان واي من الترانسميتر للريسيفر. اوكي، بينما قلنا الايرور كوركشن كودز هي بتحتاج تو واي لينك فروم ذا ترانسميتر تو ذا ريسيفر اند باك فروم ذا ريسيفر تو ذا ترانسميتر. اوكي، إذا هذا بالنسبة للمقدمة اللي حبينا نقولها عن اللي هي الـ structured sequences
فال structured sequences هون فإذا هذا المقدمة اللي حبيت أذكرها عن ال structured sequences. قلنا إذا ال structured sequences في عندي ال error detection codes اللي بتحتاج two ways two way link error detection اللي هي بس تكتشف الخطأ وبتطلب من السندر إنه retransmit the sequence، والنوع الثاني اللي هو ال forward error correction اللي هي عندها القدرة على إنها تصحح الخطأ فبتحتاج one way link. إذا هذا two way link وهذا one way link. اوكي هيك يا شباب بنكون كملنا محاضرة اليوم، وإن شاء الله بشوفكم على خير في محاضرة الأحد. السلام عليكم.